وتقرأ برواية حفص عن عاصم فلتتفضل إلى المنصة. السؤال الرابع: بعد الاستعاذة والبسملة اقرأي من قول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما حسبك. السؤال الخامس والأخير. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا
صادقون. حسبك، أحسنت وبارك الله فيك.